برامير كورسو دي لا لينجوا اسبانيولا. اهلا ومرحبا بطلبه الصف الاول السنوي للغه الاسبانيه. النهارده ان شاء الله يا ولاد هنبتدي الدرس الجديد عندنا، تمام؟ اللي هو انيداد سينكو، اللي هو الريكريو. الريكريو، الريكريو معناها اللي هو الوقت بتاع الفسحه، تمام؟ طيب اول حاجه هنتعرف على الحاجات اللي ان شاء الله في نهايه الحصه هنكون ان شاء الله عارفينها. الفينال دي لا كلاسي سيراس كاباس دي اكسبريسار ابيتوس، تمام، ان احنا نعبر عن العادات اليوميه بتاعتنا. اكسبريسار اكتيفيدادس ديل اوسيو، تمام، نتعرف على ان احنا نعبر عن الانشطه اللي بنعملها وقت الفراغ، تمام. كونخوجار لوس فيربوس ريجولاريس ان البريزنت، تمام، وازاي نصرف الافعال اللي هي القياسيه في زمن المضارع. انبيتار او بروبونير اونا ايديا، تمام، وان احنا ازاي نعمل دعوه او عرض لايه يا اولاد؟ لفكره، تمام. نبتدي بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه الريكريو، تمام. الريكريو يا اولاد اللي هو ايه؟ اللي هو بنسميه ليه تعريف تاني اللي هو التيمبو ليبري، تمام. اوبسرفاسيون ا الومنوس ان سو تيمبو ليبري ان الكولوجيو، تمام يا اولاد، ان احنا بنعرف التلاميذ على الحاجات اللي هي وقت الفراغ بتاعهم فين؟ في المدرسة، تمام؟ ممكن نقول عليه تعريف تاني اللي هي الديسكانسو. الديسكانسو يا ولاد اللي هي الراحة أو وقت الراحة، ماشي؟ كي سيجنيفيكا ال ريكريو، كي سيجنيفيكا ال ريكريو. أول حاجة الديسكانسو اللي هو قلت اللي هو وقت الإيه؟ الراحة. لا أسيجناتورا دي خيمناسيا، تمام يا ولاد. طبعا احنا خدنا في الدرس اللي فات اسيجناتورا اللي هي الماده الدراسيه، الخيمناسيا اللي هي ايه يا ولاد؟ بتاعه اللي هي الجيم او التربيه الرياضيه، تمام. تالت تعريف عندي لا اورا دي اير ا كاسا اللي هي الساعه فيها يا ولاد اللي بروح فيها ايه؟ البيت، اللي هي فتره الراحه في المنزل، تمام. يبقى كل ده يا ولاد تعريف الايه؟ الريكريو، تمام، او الديسكانسو. طيب هنبتدي بقى نعرف دلوقتي يا ولاد ايه الحاجات اللي احنا بنعملها في وقت الفسحة. كي اسيموس ان الريكريو، كي اسيموس ان الريكريو، بنعمل ايه يا ولاد في وقت الفسحة بتاعتنا اللي هي ساعات برضو بنقول عليها اللي هي الاكتيفيدادس بارا الريكريو، تمام. خجار الفوتبول، خجار الفوتبول، يعني هنا هو طبعا الولاد باينه من الصورة بيلعبوا ايه؟ كرة القدم، تمام. واحنا طبعا قلنا فيرب خجار يا ولاد بيجي وراه حرف الجر اه، تمام، لكن هنا هو قال قلنا اختصار لكلمة اه وال، بس طبعا ما ينفعش يجوا ورا بعض عشان حرف الا حرف متحرك، تمام، والال برضو بدأ بحرف متحرك، فعشان كده بنعمل لهم دمج وبتتحول يا ولاد لال. طبعا عشان كلمة فوتبول يا ولاد كلمة مفرد مذكر، فعشان كده بنقول الفوتبول، تمام. طيب بنعمل ايه تاني؟ كي اسيمس ان الريكريو، ابلار كون لوس اميجوس، ابلار كون لوس اميجوس، طبعا ان احنا بنتكلم او نتحدث مع الاصدقاء، تمام. وكومير اون بوكاتا، كومير اون بوكاتا، تمام، اللي احنا بناكل ايه يا ولاد؟ بوكاتا اللي هو ايه؟ الساندوتش بتاعنا، تمام. خجار كون الموبل، خجار كون الموبل، تمام. طيب طبعا احنا هنا اهو في اول حاجه قلنا خجار الفوتبول، تمام. تاني حرف جر يا ولاد بيجي لي مع فيرب خجار هو كون، تمام، ودايما حرف الجر كون بعد فيرب خجار يجي لي مع كلمتين، كلمه الموبل، تمام، وكلمه تانية احنا خدناها في الترم الاولاني اللي هي الاورديناتور اللي هو الكمبيوتر، فنقول حتى خجار كون الموبل وخجار كون الاورديناتور، تمام. طيب كي اسيموس ان الريكريو، اسكوتشار ميوزيكا، اسكوتشار ميوزيكا، بنسمع موسيقى. هنا بقى بيسالني سؤال اي تو، كي اسيس ان الريكريو، طبعا يا ولاد تو ده اللي هو ضمير الفاعل بمعنى انت او انتي، تمام، فهنا بيسالك وانتي او وانت. كي اسيس ان الريكريو، بتعمل ايه في الفسحه؟ طبعا هنا برضو هنلاحظ ان فيربو اسير متصرف مع انهي ضمير يا ولاد؟ مع التول، ان هو بيوجه السؤال ليك انت او ليكي انتي، انت او انتي بتعملي ايه في الفسحه، تمام. اي اورا باموس الير اي اسكوتشار اون ديالوجو، تمام. دلوقتي يا ولاد احنا هنسمع
هنقرا وهنسمع ديالوجو. احمد ابتدى الديالوجو، ميجيل خويجس الفوتبول، ميجيل هيقول له نو جراسياس بريفيرو خوجار كون الموبيل. احمد هيقول له امي تامبيان مي جوستا الموبيل سي كيرس تينجو فيديو كليبس دي كانتانتس اسبانيولاس اي عربيس اسكوتشاس ميوزيكا اخيبسيا. ميجيل هيقول سي ابيسس بيرو اسكوتشو ماس ريجاتون كونيشيس ادون عمر سي كلارو الكانتانتي دي دالي مي جوستا موتشو اويه ان اسبانيا كي اسيس ان الريكريو. ميجيل بوف نو هاجو ديبورتي نونكا نورمالمنتي سالجو ديل انستي كومبرو ام بوكاتا اي هابلو كون لوس اميغوس. احمد بويس نوسوتروس نو ساليموس دي لا سكويلا جوغاموس ان الباتيو هابلاموس دي سيني كوميموس ال بوكاتا اي ابيسيس ديسكوتيموس دي فوتبول كون لوس تشيكوس دي اوتروس كورسوس. سوينا التيمبري ديل انستوتو. احمد اويه Son las 11 y media. Subimos a clase. Contesta verdadero o falso a las siguientes preguntas sobre el diálogo. هنجاوب يا ولاد على الأسئلة صح ولا غلط عن على siguientes preguntas على الأسئلة التالية sobre el diálogo عن الديالوجو. تمام؟ أول سؤال ميجيل prefiere la música egipcia. ها ميجيل قال إن هو بيحب الموسيقى المصرية. تمام؟ نرجع للديالجو كده. حد يجاوبني مين اللي كان بيحب الكانتانتس اسبانيولس يا عربيس؟ كان احمد. ميجيل كان بريفيرو خوجار كون الموبيل. تمام بريفيري خوجار كون الموبيل فدي هتبقى فالسو. فرداديرو يا ولاد يعني صح وفالسو يعني غلط. يبقى ميجيل بريفيري لا ميوزيكا اخيبسيا فالسو. الوس دوس ليس جوستا ال ريجاتون. فرداديرو او فالسو هتبقى verdadero. En España, Miguel puede salir del instituto en el recreo. Verdadero. Ahmad no conoce a don Omar. Verdadero o falso. Hatebqa falso. السؤال الخامس. Ahmed habla con sus amigos. Ahmed habla con sus amigos. Hatebqa verdadero. Don Omar es profesor de español. ها دون عمر كان بروفيسور دي اسبانيول يا ولاد. هتبقى فالسو. تمام. طيب اورا يا ولاد ان هنبتدي بقى بالايه بالجراماتيكا. تمام. طيب احنا قلنا ايه اللي علينا في الجراماتيكا في اونيداد 5 هيبقى البيربوس ان ال بريزنتي. تمام الافعال في زمن ايه يا اولاد المضارع. طيب احنا المفروض ان احنا كنا في الترم الاولاني خدنا البيربوس ان البريزنت. تمام يا اولاد خدنا عنهم فكره وخدنا كمان اللي هم البرونومبرز بيرسوناليس. تمام هنراجعهم كده مع بعض. لوس برونومبرز بيرسوناليس. تمام كان عندي الاول مفرد اللي هم السنجولار يا ولاد. كان عندي البريميرا بيرسونا اللي هي يو. تمام طبعا دي لما اجي انا اتكلم عن نفسي. تمام فهقول يو يعني ايه انا. تمام السيجوندا بيرسونا اللي هي تو. تمام اللي بتكلم يعني بكلم حد قدامي بخاطب حد قصادي. تمام وعندي الترسيرا بيرسونا اللي هي ال والاي والاي. ال يعني هو وايا يعني هي. يبقى ضمائر الفاعل عندي يا ولاد السنجولار يا ولاد عندي البريميرا بيرسونا ومعناها انا بكلم عن نفسي. ضمير يعني متكلم عن نفسي يعني يو. تمام بعد كده تو. تمام وانا هنا بخاطب حد قصادي. عندي الترسيرا بيرسونا اللي هو ضمير الغائب يا ولاد اللي هو ال والاي اللي هو بتكلم عن حد غائب هو او هي. تمام ايه بقى الجمع بتاعهم؟ تمام هتبقى نوسوتروس. تمام او نوسوتراس اللي هو نحن. طبعا نوسوتروس لو احنا بنتكلم عن نفسنا يعني مذكر. تمام ونوسوتراس لو احنا بنتكلم عن نفسنا مثلا مجموعه بنات. تمام بوسوتروس او بوسوتراس لو انا برضو بوجه كلام لمجموعه قصادي. طبعا لو المجموعه دي ولاد هتبقى هقول لهم بوسوتروس انتم. تمام ولو هي مجموعه بنات وانا بكلمها هتبقى اسمها بوسوتراس.
تمام. وطبعا عندي ايوس وعندي ايس، ايوس اللي هم هم وايس اللي هم يا ولاد هن، تمام. طيب في حاجة بس احب اذكر فيها، عشان لو جات لنا في الامتحان اي سؤال، طبعا لو جالي اي اسم مفرد مذكر يا ولاد، يعني مثلا زي ميجيل، زي اخوان، زي علي، زي احمد، تمام يا ولاد، هيبقى الضمير اللي بيتعوض عنه يا ولاد اللي هو ال، اللي هو معنى هو في المفرد المذكر، تمام. ولو اي اسم مفرد مؤنث الضمير اللي هنعوض عنه اللي هو ايه، ايه. ولو جمع مذكر هيبقى ايوس، ولو جمع مؤنث هيبقى ايس، تمام. يعني مثلا لو جه قال لي مثلا ميس اميجوس، ميس اميجوس يعني اصدقائي، يبقى ايه الضمير اللي هو هيبقى بديل ليه اللي هو ايوس. قلت مثلا ميس كومبانييراس، تمام، زميلاتي البنات، هتبقى برضه يا ولاد الضمير اللي بيحل محله ايس، عشان انا بمهد لكم بس عشان دي الخطوه الجايه لما هنيجي ندي الفيربس ريجولاريس ان البريزنت، لما نيجي ندي بقى الافعال القياسيه في الايه، في زمن المضارع، تمام. تبقوا عارفين بس لو جالكوا اي اسم هنعوض عنه بانهي ضمير، فيربس ريجولاريس، تمام، اللي هي يا ولاد قلت الافعال القياسيه، فيربس ريجولاريس ان بريزنت سيمبلي، تمام. طيب احنا كنا قبل، احنا قلنا ان الافعال عندي في اللغه الاسبانيه بتنقسم لتريس جروبوس، تمام، لثلاث مجموعات، سجون لا ترمينسيون، تمام، على حسب ايه يا ولاد النهايه. يبقى الافعال عندي بتنقسم لثلاث مجموعات حسب الايه، النهايه، تمام. المجموعه الاولى بتنتهي بالا ار، المجموعه الثانيه تنتهي بالاي ار، والمجموعه الثالثه تنتهي بالاي ار، تمام. طيب احنا المفروض بنعمل ايه يا ولاد؟ بنحذف اي نهايه من الثلاث نهايات دي، ونبتدي نشيل النهايات اللي عندي اللي هي زي ما ظاهره كده عندكم على الشاشه، اللي هي الا ار او الاي ار او الاي ار، ونبتدي نحط مكانهم حرف، تمام، بيعوض عن النهايه دي، تمام. طبعا والنهايات دي بتتغير يا ولاد حسب حاجتين، حسب نهايه الفعل وحسب الضمير بتاع الفاعل اللي انا بستخدمه، تمام. يعني اول حاجه نبتدي كده بالمجموعه الاولى اللي هي الا ار، تمام. انا مثلا عندي مع اليو بشيلها وبحط معاها او، تمام، مع التو بحط ا اس، مع الال والاي والاستاذ بحط ا، مع نوسوتروس او نوسوتراس بحط اموس، مع بوسوتروس او بوسوتراس بحط ايس، مع ايوس وايس واستيدس يا ولاد بحط ان، تمام. طبعا انتوا عارفين يا ولاد ان استيد معناها حضرتك، ده ضمير للاحترام، وجمعها استيدس، تمام، عشان بس احنا ما قلناهمش في الصفحات اللي فاتت، تمام. طيب مع المجموعه الثانيه بحط ايه يا ولاد؟ بحذف النهايه بتاعتي وبحط او اي اس اي ايموس ايس ان، تاني مع اليو بحط او، مع التو بحط اي اس، مع الال والاي والاستاذ بحط اي، مع نوسوتروس ونوسوتراس بحط ايموس، مع بوسوتروس وبوسوتراس بحط ايس، مع ايوس وايس واستيدس بحط ان، تمام. المجموعه الثالثه اللي اخرها الاي ار بحذف برضو النهايه، ومع اليو بحط او، مع التو بحط اي اس، مع الال والاي والاستاذ بحط اي، تمام، مع نوسوتروس او نوسوتراس بحط ايموس، مع بوسوتروس او بوسوتراس بحط ايس اللي هي اي اسنتوادا اس، مع ايوس وايس واستاذس بحط ان، تمام. دي النهايات عندي، تمام، ماشي. عشان احنا دلوقتي هناخد ثلاث افعال، على كل مجموعه هناخد فعل يا اولاد، وهنحذف النهايه بتاعته، وهنشوف ازاي بنصرفه في زمن البريزنت، تمام. اهي يا اولاد، اهي لا كونجوجاسيون دي لوس فيربوس ابلار وكومير وبيبير، تمام. طيب دلوقتي ابلار كمجموعه اولى عشان النهايه بتاعته يا اولاد، بكومير مجموعه ثانيه، وبيربو بيبير مجموعة تالتة. طبعا أبلور بمعنى يتكلم أو يتحدث، كومير بمعنى يأكل، وبيبير بمعنى يعيش أو يسكن. طيب أهو زي ما احنا قلنا بالظبط، هتلاحظوا هنا كده يا ولاد، تمام، اللي هو بيربو أبلور اللي هو ترمينا كون آر، هو هنا حذف النهاية بتاعتي وابتدى يحط النهاية يعني طبقا لكل ايه، ضمير، تمام يا ولاد، ضمير فاعل طبعا اهي، يعني يو أبلو، تو أبلس، ال وإيا أبلا، أستد أبلا. طبعا انتوا عارفين يا ولاد ان ال والإيا والأستد ليهم نفس النهاية اللي هي الأ، مع نوسوتروس أو نوسوتراس هتبقى أبلاموس، مع بوسوتروس أو بوسوتراس أبلايس، مع إيوس وإياس أبلان،
مع أستيدس أبلان برضو، وبرضو نفس الكلام الأيوس والأيس والأستيدس نفس النهاية اللي هي أ أني. تمام، مع بيربو كومير هيبقى يو كومو تو كومس إل وإيا كومي أستيد كومي نوسوتروس أو نوسوتراس كوميموس بوسوتروس أو بوسوتراس كوميس أيوس وإيس كومن وأستيدس كومن. تمام، مع بيربو بيبير تمام يو بيبو تو بيبس ال وايا بيب استد بيب نوسوتروس او نوسوتراس بيبيموس بوسوتروس او بوسوتراس بيبيس ايوس واياس بيبن واستيدس بيبن. تمام يا ولاد، يبقى احنا كده حذفنا النهايه بتاعت كل فعل وابتدينا نحط النهايات، وقلت بنحط النهايات تاني طبقا لايه يا ولاد؟ للفعل مجموعه اولى ولا تانيه ولا تالته، وضمير الفاعل اللي عندي ايه. تمام، طبعا انتوا المفروض يا ولاد في الامتحان مش هيجيب لكم ان انتوا تصرفوا فعل. تمام، هيجي لكم ازاي بقى تعملوا ايه، هنتدرب دلوقتي حالا ان شاء الله على ازاي السؤال بتاع الامتحان بيجي لي في الجزء ده. تمام اهو ejercicios para practicar la gramática. تمام اهو هنتدرب دلوقتي على شكل السؤال بيجي لي ازاي في الامتحان. تمام، ادي اول سؤال عندي يا ولاد. يو نقط اسبانيول، ها هختار ابلس ولا ابلو ولا ابلا ولا ابلاموس. نفتكر كده تمام ان انا مع اليو اصلا كانت عندي نهايه ثابته مع الثلاث مجموعات، كانت ايه كده؟ ها مي بيان، كانت الاو، فهقول يو ابلو اسبانيول. تمام، لوس تشيكوس ليبرو، لوس تشيكوس اون ليبرو، ها هتبقى لين ولا ليو ولا لي ولا لييموس. مين يقول لي؟ تمام، انا هنا كنت لسه بقول لوس تشيكوس معناها الايه؟ الاولاد. تمام، طيب افكر كده، احنا خدنا التصريفات يا سنيوره مع الضمائر. طب ما انا افكر زي ما انا لسه كنت بقول لوس تشيكوس لو انا شلتها احط مكانها انهي ضمير يا اولاد؟ هيبقى ايوس. تمام جدا، لان ده الضمير اللي هيعوض عن كلمه لوس تشيكوس، فعشان كده هنقول لوس تشيكوس لين اون ليبرو. مي اميجو un bocata en el recreo. تمام، هتبقى كوميموس ولا كومو ولا كومي ولا كومير. طيب نفكر كده مع بعض، مي اميجو يعني صديقي، ايه الضمير اللي هيبقى هنعوض عليه؟ مي بيان هيبقى ال، فهنقول مي اميجو كومي un bocata en el recreo. nosotros ميوزيكا ان التيمبو ليبري. تمام، وقلنا يا ولاد التيمبو ليبري اللي هو وقت الايه؟ الفراغ. تمام، اللي هو وقت الايه؟ ممكن نقول عليه وقت الريكريو او الديسكانسو. تمام، طب نوسوتروس هتبقى ايه؟ اسكوتشاس ولا اسكوتشو ولا اسكوتشا ولا اسكوتشاموس؟ موي بيان، هتبقى نوسوتروس اسكوتشاموس ميوزيكا ان التيمبو ليبري. هنا ابتدينا نصعب كده الامور سيكا كده. طيب هنا بقى الجملة دي بتقول يو اي ميس اميغوس. تمام، نقط اسبانيول. في حد هنا هيقول لي احنا هنا هنصرف الفيرب سينيورا مع يو ولا مع ميس اميغوس؟ لا، احنا هنصرف الفعل مع الاثنين. ازاي؟ هنشوف الاول المعنى. انا بقول يو يعني انا ايه. تمام، انتوا عارفين طبعا ان الحرف الاجريجي يا اولاد اللي هي ايه يعني بمعنى واو العطف، انا واصدقائي. طب انا واصدقائي يا اولاد حتى لو جينا ترجمناها هتبقى ايه الضمير اللي هيحل محلها؟ اللي هو يا ولاد ايه؟ هيبقى نوسوتروس. تمام، فهنا اهو كده بدل يو ميس اميجوس هقول نوسوتروس. تمام، يبقى احنا هنصرف الفعل مع الضمير نوسوتروس. هنختار بقى انهي بيربو، استوديو ولا استوديان ولا استودياموس ولا استودياس اسبانيول. هنا اهو بقى هنقول يو اي ميس اميجوس استودياموس اسبانيول. muy bien. تو نقط لوس ديبيرس بور لا نوتشي. انت بتعمل ايه؟ بتكتب الواجب بالليل، ها هتبقى تو. مي بيان، هتبقى تو اسكريبس لوس ديبيرس بور لا نوتشي. تمام، نقطة بس عايزة اقولها، احنا عندنا الـ اس او الـ اس يا ولاد مش علامة جمع، هي علامة جمع في الأسماء، لكن في الأفعال عندي يا ولاد دي متصرفة مع الضمير تو. تمام، خلي بالكم لأن في طلبة كتير بيقعوا في النقطة دي. أستاذ نقط ديبورتي كادا ديا.
يبقى استود ايه؟ استود براكتيكا ديبورتي كادا ديا موي بيان. ادي جات لنا بقى حاجه تاني برضو كده، هنا بقى ايه؟ تو ايه؟ تو اميجو. تمام. طيب هنا هو فرقوا بين الاثنين اللي هي كون اسنتو وسين اسنتو. تو اللي بالاسنتو يا ولاد معناها انت، ضمير فاعل بمعنى انت، لكن تو الثانيه دي ضمير ملكيه، ملكيه ليك انت. يعني لما اقول هنا تو اميجو يعني صديقك انت. تمام. طيب ايه بقى الضمير اللي هيحل محل تو ايه؟ تو اميجو. ها هتبقى ايه بقى هنا يا ولاد؟ هتبقى بوسوتروس. تمام. هتبقى هنا اهو بوسوتروس. تمام. يبقى هنصرف الفعل هيبقى ايه هنا يا ولاد؟ تمام. هنقول بقى الجمله، ها مين يفكر معايا بقى؟ تمام. هتبقى تو ايه؟ تو اميجو كومبرايز بوكاتا ان الريكريو. تمام. ميجيل نقط ان مدريد. ها بيبير ولا بيبي ولا بيبيموس ولا بيبس؟ ميجيل هيبقى هو، يبقى ميجيل. ها موي بيان. ميجيل بيبي ان مدريد، ميجيل يعيش في مدريد. تمام. اخر جملة عندي، الي اي سارة ان اون بانكو. تمام. علي وسارة، يبقى برضو ايه الضمير اللي هيحل محل علي وسارة يا ولاد؟ هيبقى ايوس. تمام. موي بيان. فهنقول هنا علي اشارة ترابخاموس ولا ترابخا ولا ترابخن ولا ترابخو. هيبقى علي اشارة ايه يا ولاد؟ علي اشارة ترابخن ان اون بانكو. تمام. يشتغلوا فين؟ في بنك. تمام كده احنا الحمد لله خلصنا الجزء بتاع الجراماتيكا. هنخش دلوقتي على السيتواسيونس. تمام. المواقف بقى اللي خاصة بالدرس عندنا النهاردة. كي ديسيس فارا. تمام. أول حاجة عندي فارا كي فارا بريجونتار بور أبيتوس. تمام. عشان أسأل عن، قلت أبيتوس يعني معناها العادات الإيه اليومية. تمام. أو الحاجة اللي أنا بعملها عادة كل يوم. اخيمبلو كده عندي كي اسس ان الريكريو. تمام. لان انا عندي فسحه كل يوم في المدرسه، فانا بسال انت بتعمل ايه فين في الفسحه. كي اسس ان الريكريو. انا بقى اكسبريسار ابيتوس. تمام. عشان اعبر عن العاده اللي انا بعملها دي يا اولاد، هقول ايه؟ ان الريكريو يو ابلو كون مش اميجاس. تمام. تمام. ان الريكريو يو ابلو كون مش اميجاس. الفسحة أنا بتكلم مع صديقاتي. بعد كده invitar o proponer una idea. تمام. يعني يا ولاد أنا بعمل دعوة. تمام. أو بعرض دعوة أو بقدم فكرة. بعرض أو بقدم فكرة. تمام. أول حاجة يا ولاد عشان أنا أعمل invitar أو proponer una idea، ماشي يا ولاد، بعمل إيه؟ يا إما الفيربو إن البريزنتي كون لا سيجوندا بيرسونا سينجولار تو. تمام. يعني الفعل بيكون مع اللي هو الضمير التاني المفرد تو. تمام. اللي هو يعني الفعل بيتصرف مع الضمير تو، او بيربو ان البريزنت كون لا بريميرا بيرسونا بلورال نوسوتروس. تمام. او بنعمل الامبيتار دي او البروبونيرونا ايديا يا اولاد مع الضمير نوسوتروس. تمام. تعالوا كده نشوف اول حاجه لو هنستخدم الضمير تو. تمام. اهي بصوا كده اهي، بنقول هنا ايه؟ خويجاس الفوتبول. تمام. هنا انا بعرض عليه ان احنا نلعب كرة القدم. هتلاحظوا هنا يا ولاد البيربو هنا عندي يعني اللي هو ايه؟ بيربو خجار، صرفناه هنا مع انهي ضمير؟ مع التو. تمام كده. طيب تاني سؤال عندي او تاني فكرة عرض، كوميمش فويرا. تمام. انا بعرض عليه ان احنا ناكل بره. هنا بقى الفعل يا ولاد صرفناه مع انهي ضمير؟ مع نوسوتروس. تمام. يبقى احنا يا ولاد عشان نعمل دعوه او عرض الحاجه لفكره معينه، بصرف الفعل يا اما بعملها يا اما بالضمير مع الضمير تو، يا اما مع الضمير نوسوتروس. تمام. طيب ثالث هنا طريقه عندي او ثالث يعني اخيمبلو، باموس ال سينما. تمام. هنا هو برضو بقول باموس ال سينو، بعرض ان احنا يلا نروح السينما. تمام. يبقى اول طريقه خويجاس الفوتبول، بقول له تيجي نلعب كرة القدم. كوميموس فويرا، تيجي ناكل بره. باموس السينما، تيجي نروح السينما. يبقى كل دي يا ولاد اونا مانيرا
para invitar او proponer una idea. ¿Vale? تمام. رابع حاجة expresar gustos o preferencias. تمام يا ولاد؟ طيب. واحنا كنا خدناهم يا ولاد في فعلين انا بستخدمهم عشان اعبر عن الاعجاب او التفضيل بتاعي. تمام؟ خدناهم في الدرس الايه اللي فات اللي هو الرابع. تمام؟ اللي هو كان مي سكويلا. تمام؟ اول حاجة يا ولاد بستخدم بيربو جوستار. تمام؟ وقلت بيربو جوستار ده ليه تصريفين اتنين، واحد مفرد بيبقى جوستا وبيجي وراه الاسم مفرد او الفعل في المصدر، تاني حاجة التصريف التاني جوستان يا ولاد وبيجي وراه اسم ايه جمع زي الاخيمبلو كده عندي امي مي جوستا خجار الفوتبول ان الكلوب. تمام؟ طبعا هنا هتلاحظوا جوستا جات وراها ايه يا ولاد فعل فين في المصدر، ودي طريقة para expresar gustos o preferencias. تمام؟ تاني فعل ممكن استخدمه عشان اعبر عن الاعجاب او التفضيل اللي هو بيربو بريفيرير بمعنى ايه يفضل، زي الاخيمبلو كده اللي عندي بريفيرو خجار كونيل موبيل. ماشي؟ انا بفضل ان انا العب على الموبايل. تمام؟ يبقى تاني اكسبريسار جوستوس او بريفيرينسياس يا ولاد امي مي جوستا خجار الفوتبول ان الكلوب او بريفيرو خجار كونيل موبيل. تعالوا بقى كده ندرب نفسنا ونسأل كده في السيتواسيونس ونقول كواندو ديشس. تمام؟ امتى بنقول؟ شوف كده أول جملة ونفكر كده مع بعض. نورمالمنتي اسكوتشو ريجاتون. تمام؟ ها امتى يا ولاد أقول الجملة دي؟ al expresar cosas que haces normalmente. يبقى امتى بنقول يا ولاد نورمالمنتي اسكوتشو ريجاتون؟ يبقى al expresar cosas que أسس نورمالمنتي، عشان نعبر عن الأشياء اللي بنعملها عادة. الجملة دي يا ولاد اللي هي احنا خدناها اللي هي بتساوي إكسبريسار إيه؟ أبيتوس. تمام؟ اللي هو بعبر عن العادة، نفس المعنى اللي هي ال إكسبريسار كوسس كي أسس نورمالمنتي. تمام؟ يمكن دي جملة جديدة احنا هي جبناها إيه في المواقف. تمام؟ تمام. ها باموس أ كلاسي. باموس أ كلاسي. ها امتى تستخدم الفعل متصرف مع الضمير مسترس؟ نفتكر كده امتى؟ تمام، لما بنيجي نعمل ايه بروبونير او انفيتار اونا ايديا. تمام؟ يبقى هنا اهو باموس ا كلاسي كواندو ديشس باموس ا كلاسي، يبقى ال بروبونير اونا ايديا ا اوترا بيرسونا، لما باجي اعرض فكره عن ايه لشخص اخر، يبقى ال بروبونير اونا ايديا ا اوترا بيرسونا. تمام؟ اخر جملة عندي مي انكانتا. تمام يا ولاد؟ تمام؟ طيب احنا خدنا في بيربو اسمه جوستار ده بارا اكسبريسار جوستوس. تمام؟ عندي برضو يا ولاد كان في فعل تاني اللي هو انكانتار، نفس الفكرة بالظبط بتاع بيربو جوستار، برضو بيجي لي ليه تصريفين اللي هو انكانتا وده بيبقى ده المفرد وبيجي وراه اسم مفرد او فعل في المصدر، وعندي إنكانتن. تمام؟ وده بيجي وراه اسم جمع. تمام؟ فهنا لما أنا أقول مي إنكانتا بالظبط يا ولاد بتساوي كلمة مي جوستا، هي مش بتساويها قوي يعني أو في اختلاف بسيط في المعنى، بس مي إنكانتا تساوي تقريبا كلمة مي جوستا. تمام؟ فهنا يبقى أنا هرد أقول إيه هنا؟ كواندو ديشس مي إنكانتا ال إكسبريسار جوستوس. تمام؟ يبقى كواندو ديشس مي إنكانتا أقولها لما بارا اكسبريسار او ال اكسبريسار جوستوس. تمام؟ يبقى احنا كده الحمد لله النهارده خلصنا الجزء اللي كان علينا ان شاء الله الاسبوع ده في اونيداد 5 اللي هو الريكريو. تمام؟ اتعلمنا ان احنا ازاي نعبر عن العادات او الحاجات اللي بنعملها عادة. تمام؟ وقلنا ايه هي العادات اللي انا بعملها في وقت الفراغ بتاعي او يعني في التيمبو ليبري او في الريكريو او في الديسكانسو بتاعي. تمام؟ وخدنا اول حاجه اللي هي البيلبس ريجولاريس ان البريزنتي، وخدنا الافعال اللي هي القياسيه في زمن المضارع، وتعلمنا ازاي بنصرف افعال المجموعه الاولى والثانيه والثالثه مع كل الضمائر. تمام يا ولاد؟ واخر حاجه خدناها في المواقف اللي هي انبيتار او بروبونير اونا ايديا. تمام؟ إن شاء الله نشوفكم الأسبوع الجاي على خير. تمام؟ وبالتوفيق والنجاح إن شاء الله. السلام عليكم.